حاليا بقى لي 5 سنين الحمد لله رب العالمين، رضا من عند ربنا يعني، دايما ربنا بحب عبدي بيبتلي. وعندي عيانة عندك ايه؟ عندي حساسية واخدها من أمي على صدري، فكنت بستخدم دايما بخاخات، حوالي 3 بخاخات في اليوم متنوعين يعني. بس اي حد هيشوفنا دلوقتي يقول لك يعني الحساسيه دي مش لا، ما مرض هي قلبت يعني لما كبرت زادت. يعني الاول وانا صغير ما كنتش باخد بخاخات خالص، لكن لما كبرت زادت عليا وابتديت اوقفها عند المرحله دي، لان انا كانت داخله على رب. الحمد لله دكتور طارق صفوت استشاري الكبير وقف معايا ان احنا نعدي المساله دي، بس كنا بناخد كورتيزون كتير قوي. الكورتيزون اثر على الاحبال الصوتيه، بقى صوتي يعني لما جاي اكلمك ممكن بعد 10 دقايق يقطع يعني ايه؟ يعني يروح خالص، يقطع الكلام يعني، ممكن حروف تروح تطير. حروف تروح؟ اه تطير، يعني النفس بيتقطع لدرجة ان الحروف متطلعش. تطير، يروح كاف، خصوصا الكاف والنون ممكن يطيروا. فبطلت الكورتيزون بقى لي سنة، وبعدين اتجهت ان اعالج الاحبال. يمكن اتعرضت على اكتر من 20 دكتور من اكبر استشاريين مصر، محدش عارف العلاج ازاي يعني، كله قال ان مفيش حاجه في الحنجره، بس عايزه تمرينات مخاطبه بحد بروفيشنال قوي. وهنا عندنا في مصر التخاطب اللي بيدوا تخاطب يعني ما درسوش مزيكا. فكل اللي رحت لهم وقعدت معاهم، كل ما اقول لهم ان انا عندي في السلم بتاع الموسيقى الصوتي ان 3 نغمات السول لا سي ما بيشتغلوش، يقطعوا معايا. فبيقول لي يعني ايه سول لا سي؟ مش عارفين الموضوع. فتعبت يعني، صرفت كتير قوي على التخاطب وعلى الدكاتره وعلى صدري، والحمد لله رب العالمين يعني على كل شيء. بس تعبت يعني 4 سنين ونص داخل على 5 سنين. عرضت ورقي على الدولة وزارة الصحة، وقالوا نعمل لجنة، واللجنة قالت إنه يعمل عملية في الأحبال. وبعد كده كلموني تعالى عشان تاخد الورق، مبروك، بس مش هتسافر بره، هتتعالج هنا. طيب شكرا، الورق بكام؟ قالوا له احنا مطلعين لك مبلغ كبير أوي، مطلع لك 6000 جنيه. فصعب علي نفسي أوي يعني بعد العمر ده كله، وانا ما قدمتش حاجه وحشه لبلدي ابدا. 6000 جنيه ده ثمن الادويه ولا 6000 جنيه؟ 6000 جنيه العمليه ومستشفى درجه تانية. يعني بمعنى ايه؟ ان انا اكون قاعد ومعايا 7 تنفار كده، اللي قاعد على حجري، اللي نايم على صدري. فيعني وضع مش